عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم نسهاء العتاب من المدرسة الفلسطينية المشتركة في دولة قطر لمادة التنشئة الوطنية والاجتماعية بالصف الثالث الابتدائي. أهداف الدرس: يعرف معنى الأسرة، يبين أشكال الأسرة، يستنتج مظاهر الاحترام بين أفراد الأسرة، ويوضح المهن التي يقوم بها الأب والأم. طلاب الأعزاء، ماذا تشاهدون في هذه الصورة؟ أحسنتم، إنها الأسرة. إذن الأسرة هي مجموعة من الأفراد تربطهم صلة القرابة. طلاب الأعزاء، ماذا تشاهدون في هذه الصورة؟ مما تتكون هذه الأسرة؟ نعم، إنها تسمى أسرة صغيرة أو نووية لأنها تتكون من الأب والأم وأبنائهم. شاهد معي عزيزي الطالب هذه الصورة. الأسرة الكبيرة أو الممتدة وتتكون من الجد والجدة والأب والأم والأبناء والأعمام والعمات الغير متزوجات. للأسرة الفلسطينية شكلان: الأسرة الصغيرة أو النووية وتتكون من الأب والأم وأبنائهم، والأسرة الكبيرة أو الممتدة وتتكون من الجد والجدة والأب والأم والأبناء والأعمام والعمات الغير متزوجات. أبنائي الأعزاء، هيا بنا نلون الكلمات التي تشكل أفراد عائلتي. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. شاهد معي عزيزي الطالب هاتان الصورتان، ماذا تشاهد بهما؟ الصورة الأولى تبين احترام الأبناء للأب والأم بالسلام عليهما، والصورة الثانية تبين احترام الأبناء للجد والجدة. أنا فتى مؤدب، أحترم جميع أفراد أسرتي وأقاربي، أقدم لهم المساعدة وأشاركهم في مناسباتهم وأحرص على زيارتهم. من مهن الآباء والأمهات النجار، رجل الإطفاء، الطبيب، المعلمة، الطبيبة والمهندسة. يعمل الآباء والأمهات بمهن مختلفة. أنت أيها الطالب، ماذا يعمل والدك؟ وأنت عزيزة الطالبة، ماذا تعمل والدتك؟ يعمل الآباء والأمهات بمهن مختلفة، حيث يوفر عمل الآباء والأمهات ما يحتاجه الأبناء، وعملهم أيضاً مفيد للآخرين. ويجب علينا أن نقدر ونحترم عمل الآباء والأمهات ونشكرهم على ذلك.